مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. اليوم انا مجهزت لكم وصفه لذيذه سريعه من المطبخ الاماراتي، راح اسوي معاكم مضروبه الدياي بس بطريقتي وبمقاديري. راح انزل الدياي، الثوم، البصل المفروم، البهارات الصحيحه مع الليمون، شويه كركم، بهارات مشكله، ملح، فلفل اسود، مقدار من السمن، شويه زيت زيتون. بحطهم على النار وبعدين راح اضيف باقي المقادير واضيف العيش مع الشوفان ونضرب المضروبه واراويكم طريقه التقديم. ضربتها وصارت بهالشكل مثل ما انتم شايفين. الوصفه هذه جدا لذيذه، فيها وايد خضروات، تقدرون تعطونها حق الاطفال طبعا بدون الفلفل الحار. اخر شيء راح احط الحشو، طبعا الحشو اختياري. جربوا المضروبه على طريقتي وعليكم بالف عافيه.